بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت العنوان editing آسف inserting screen cast. الحلقة اللي فاتت عملنا ريكوردنج للسكرين كاست، طب نعملها انسرتيشن ازاي؟ برضو من جوه ريكوردنج يا جماعة، مش هنعمل مراد ريكورد بقى، هنلاقي ان المشهد اللي احنا عملناه سكرين كاست اوريدي لسه موجود. هناخد جاست كليك عليها، يبتدي يدينا الوزر بتاع انسرت سلايد، اسم البتاع اللي انت عايز تدرجه، لو انت كنت عايز تسجل واحد تاني ابتدي تضغط على ديات، ممكن تعمله لايف بريفيو، يبتدي يعد عليك الصوت خطواتك. عندك طريقتين ممكن تدرج بيهم، اما انت تدرجه از سنجل سلايد في شريحه واحده، والمره دي بقى كانه ملف فيديو، اور انت ممكن تدرج ستيب باي ستيب سلايد واحده. من ضمن النقاط الجميله خالص في اول نقطه، مثلا لو قلنا ان هي فيو مود ستيبس، كانه في طور المود، ونبتدي نعمل انسرتيشن. انا عملته طبعا في سلايد جديد او في سين جديد، فابتدي اعمل لي مشهد جديد ونشوف الخطوات يا جماعه. رحت للسين، راح عمل لي تريجرز وبيقول لي راح هو فسر الخطوات في سين جديد في الستوري فيو، عمل لي سين لوحده يا جماعه، تمام. والسين ديت متفصله في الخطوات، السلايد الاولانيه رايت كليك ذا ديسك توب، وعشان تطلع الليست. النقطه الثانيه هيقول لي رايت كليك ذا ريفرش منيو ايتمز، ان انت الخطوات اللي انت عملتها يعني، ده واحده من ضمن النقط الجميله خالص. طب سي، خلينا نرجع للسلايد الاولانيه بتاعتنا ونشوفه مثلا من انسرت حاجه ثاني. لو استخدمناه المره دي مش هنقول الفيو، هنقول اللي تراي مود ستيبس، تمام، على مشهد جديد برضو واسمه تراي سنت، ونبتدي نضغط على الانسيرت ديت. هو هيبتدي يعمل كرييشن للسلايدز بتاعه، والمره دي يا جماعه هيبتدي هو يعمل بقى ايه. خلونا نشوف على التايم لاين هو ادرج ايه هنا. المره دي هو ادرج هنا، هو تسبوت تايم، يعني ادرج تسبوت يعني ده انتر اكتف يا جماعه، جاهز انت بس تتعامل معاها عشان تختار انت هتعمل ايه بالظبط. والناحيه الثانيه في السلايد الثانيه برضو راح مدي لك على النقطه اللي واقف عليها هو تسبوت، يعني هو مستني منك برضو انتر اكتف. ودي واحده من ضمن النقط الجميله جدا بصراحه في البرنامج. جس وات على الجانب الثالث يا جماعه، لو اتكلمنا عن برضو الجانب الثالث اللي هو كان خاص بالتيست مود، ده خاص بالاسئله بقى. بجد والله العظيم جميله جدا الفكره ديت، هيحاول يحكيها كفطور سؤال يعني، تمام فاهمني، زي الاسئله بتاعت الايس دي الاكزاكت يا جماعه. انت محتاج تعمل ايه؟ جاست بيخلي لك الحته ديت برضو ريكتانجولار او تسبوتات عشان تضغط انت عليها، بيمشي بنفس ترتيب خطواتك عشان يجهز السؤال. الجانب الثاني بيخلي لك الحته ديت اللي انت ضغطت عليها وتثبت طايه عشان ياخد الاستجابه. الجانب الثالث الريزلت بتاعك انت صح او غلط، فبتديك ريفيو الكويز. والجانب ده احنا ايه طبعا مش هنتكلم عنه دلوقتي، ده خاص بالاسئله، لكن احنا بنستعرض كده الفكره بتاعت ازاي تعمل انسرتيشن للسكرين كاست جوه مساحه العمل بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.